تهجم محمد ابراهيم على وليد علي تهجم بطريقه غريبه ومستفزه. ترى يستاهل وليد علي يستاهل. ابو خالد تفاجات انت والله تفاجات اول شيء قلت وليد. نشوف نشوف اللقطه. جعلك العمر جهنا تهجم السكين ترى اضرب اضرب عقوبته اكبر بس اضرب. انت مدرب الفريقين ليش عصبته؟ انا خليني اقول لك حقيقه اول شيء يشكر على الظهور هذا على الحد على المستوى الحدث يعني وجمعة اللاعبين الدكاتره والمدرسين في يوم ايضا كان رياضي افتتاح مع التطبيقيه او المنشاه تحت رعايه وزير الاعلام والدكاتره الموجودين دكتور احمد الاثري حمود الفليطح وحسين المتيمي وكثير من الشخصيات يعني هذا جانب يعني كانت التقسيمه ما بين الفريقين انا مدرب الفريقين انا قاعد برا ترى وائل سليمان في كورنر دخل وائل سليمان هو حارس مرمى الفريق هو الجوتشي هو الجوتشي هجم انا دشيت الملعب على اساس اروح اسكر الجول يعني ولا هجوم مرتد ووليد علي صح هم مهمه المدرب سريع ومهاري دشيت عندي الحقه لين الصدام هدف عزيز الحين يركض الحين لحقه ولا عزيز الحين ما وصل الحين ما وصل هو عالميا من مهمه مدرب الفريق انه يدش يغطي انا دشيت الملعب ورحت الجول سيده يا ولا انفرد فيني وليد انا انفرد فيني من ايام ما يدري شوته من بعيد ولا مشتت زين طافني قلت له وليد لا تقول يروح عند الخط بكعب يهون على التركيبه وليد لا تقول يرد مره ثانيه ويريد يشوت يقول ما كله بطل زين لقيت البطل هذا زين لقيتها بس انت طحت قبلها ها طافك وطحت ليش وقف لازم تسوي هذا شوف